استكمل الحمد لله، والآن أصبح شغال. هذه 750 بانل تم تركيبها، الله يسلمك، على 9 باركينج سلوتس، الله يسلمك، بتوفر حوالي 170 كيلو وات. ما شاء الله. وإتس أوريدي كونكتد دايركتلي تو ذا جريد على المبنى. إذا وقتكم يسمح، الكنترول روم في مبنى 17. في شايفها انها موصل مع الويب بوكس. الويب بوكس اللي بيحتاج قراءات لكل الديفايس الموجوده عندك. يو هاف 9 انفرترز، يو هاف ذا سنسر بوكس. السنسر بوكس بيقرا لك حراره الموديول. طبعا انا برضه مهمه، طبعا حراره الموديول بتدخل من هنا. بتحط الباسورد اللي هي اس ام اي نفسها للشركه المصنعه. بيحطيك كل القراءات لكل السيستم كامل اللي هي الحين قاري 114.735 اللي هي almost 115. بعدين هنا السنسر بوكس، زي ما انت شايف السنسر بوكس هنا بيقرا لك التمبريتشر اللي هي السنسر بوكس معلقه بره، بيقرا لك درجه حراره الموديول تمبريتشر اللي هي 47.3. وبعد كده عندك الانفرترز، ايتش انفرتر بيحتاج قراءة لكل انفرتر. مثلا الانفرتر نمبر 1 قاري لك 11 كيلو وات. وانفرتر 2 ممكن تجرب لوحدك برضه، شوف الانفرتر 3 لو على الثالث. ايوه شايف انا عمرك هذا السيستم بيتركب عن طريق الانترنت، فممكن الشباب حتى من المبنى هناك يشوفوا مونيتورنج على السيستم بدون ما يستدعي احد يكون موجود. طبعا بتوفر لك 170 كيلو وات الفول بيك بتاعتها 170 كيلو وات. طبعا ديبيندز على الويذر وعلى الويذر كونديشن وعلى البانلز انها تكون كلين وكده عشان تحتك الافرج العالي. وديبيندز برضه على التمبريتشر بتاعت الجو. طبعا البيست تمبريتشر اللي هي المفروض تكون 25 سيسيز، لكن طبعا هنا في السعوديه شويه بتكون اعلى شويه. سؤالي الان، انتم موصلين على النتورك باعتبار تكون كالترناتيف باور، ولا هتفضل شغاله مثلا تغذي الغرف اللي في الدور الارضي هنا؟ هي ما بتشتغل از الترناتيف باور، هي بتشتغل از اكسترا سبلاير، يعني بتكون شغاله بالاضافه للسبلاير الموجود. يعني انت الحين هل عندنا شورتج فين ابو جهاد؟ هل في ذا المبنى مثلا في شورتج وبالتالي تحتاجوا اكسترا؟ هي الادفانتج دكتور طارق الان المبنى هذا 300 تقريبا كيلو وات. اوكي. الكباس اللي احنا اخذناه حسب الارقام اللي كنا موجود تقريبا 100 كيلو وات. هذه هي، فهذه بنقلل الاستهلاك. الان تصير بدل ما تصير 300 من ال 100 هنا و 200. نعم، فتدفع المرافق 200. فتدفع المرافق 200، طبعا هذا على حسب البيك. فاذا كان مثلا في المورنينج الصانع يكون عقب ممكن يكون 50 60، لان الماكسيموم هو الافترنون. ناخذ الماكسيموم يمكن 112 115 هو هذا الماكسيموم حقها. وانت استهلاكك في ذا المبنى اصلا في النهار؟ في النهار، من الصباح الى الساعه 5 ولا شيء. نعم. وبالتالي ما تحتاج الباتري. الماء تحتاج باتري. الاستهلاك بتاعه في النهار. بعدين انت بتلاحظها بعدين في ايش؟ بتلاحظها بعدين في الفاتوره بتاعت مرافق. سؤالي الان، هل العدد هذا من الشرائح اللي حطيناها، لو جبنا الباتريز، هل ممكن عندنا يكون فايض بحيث اني بدل ما اليوم انا بستهلك او يعني بتديني 100، اقدر اخزن في الباتريز اكثر، ويصير في فترات معينه الفاتوره حقتي تصير صفر، لاني اقدر احط استهلك 200 او 300؟ بتقدر تستفيد منها اذا استعملت باتري، بتقدر تستفيد منها بالليل. اصلا المبنى بالليل ما بكون فيه كونسومشن عالي، لكن بتقدر الجزء اللي ممكن توفره في الباتريز ممكن تستعمل جزء منها، والجزء الثاني توديه على باتريز. الباتريز ممكن بعد كده تشغلها على شو اسمه، على بالليل او كده لو احتجت لها بالليل. قديش الباتري تخزن؟ كم يوم؟ الباتريز ممكن تخزن لك لحد 3 4 ايام، يعني عشان تحتك فول، يعني تحتك قوة عالية. بس الشيء المهم انه الانفرترز اللي موجودة الان اللي هي حسب السيستم الموجود،
الانفرترز هذه معمولة على انها تكون اون جريد انفرترز، ما مصمم على انها تكون اوف جريد. فاذا انت جبت باتريز حتغير الانفرترز. فانا اي دونت نيد ذا باتريز. اي دونت نيد ذا باتريز لانك انت اوريدي الكونسومشن العالي بالنهايه. الكونسومشن اعلى دكتور، فانت الان يوتلايز 100% من الطاقه، يعني ما عندك اكسس انك ترحل الحمل الى باب المسار. هل في امكانيه نزيد عددها كمشروع اخر بعدين، ومثلا نوصل لبعض المباني بدل مو بس مبنى 17، مجموعه من المباني اللي نعمل نفس الشيء، اذا استهلاكه 300 كي في هنا و200 هنا، بوجود المشروع زي ده يصير استهلاكي 200 و100 واخفض تكلفه ال100 انا. صح. فهل هذه يبغى لها تندرس على المستوى؟ هو المشروع اللي حنسويه مع كيكير طال عمرك نتكلم عن 50 ميجا، الله يسلمك. اوكي، ذاتس انذر ستوري. ذات از انذر ستوري، اتس ا بيج ميجر ريبليسمنت كامب. ايوه، هذيك تصير مشروع. لكن انت طبعا برضه اذا مثلا عملت في كل مبنى ايتش بيلدينج، لو استعملت الروف بتاعه زي ما انا عملت مثلا في ارامكو، انا كنت بعمل مشروع في ارامكو استفدت من الروف تبع البيلدينج، شغلت البيلدينج كله على السولر. فانت الحين برضه ممكن تشغل البيلدينج على السولر، ممكن تعمل، ممكن تستفيد مثلا من الروف بتاعه البيلدينجز دي عاليه كلها. طبعا اصلا هي الاوزان بتاعتها الويت بتاعها ما عالي، فما بتعمل لك لود عالي على الروف، فممكن تستفيد من كل المباني وتعمل على الروف تبعها انفرترز. كل البريكرز الانفرترز احنا مثل ما اتكلمنا عن 9 انفرترز برا وعندنا واحد سبير، وعندنا هذا الصندوق كله ركبه المقاول لهذا المشروع. اوكي، ودخلوا من جوا بالحيط من فوق 9 انفرترز والكيبلات كلها. يعطيكم العافية. ما حاطين واحد سبير برضه اضافي لو حصلت اي حاجة لقدام. يعني لازم. ايوه، وده البريكر الثاني الاخير ده اللي هو بيتجمعوا عندك هنا كلهم، داخلات من الانفرتر 1 انفرتر 2 كلهم بيتجمعوا هنا بعدين على الجريد. طيب، يصير الفواتير حكتنا من اكتوبر يفترض انها تبان عليها التغيير. Not even من اكتوبر، even من سبتمبر، من الفاتورة بتاع سبتمبر في الكوست حقي في الفاتورة، لأنه الكوست هو المستمر عندي. المشروع انتهى خلاص، وغلبوا الشباب يعطيهم العافية.